الان جالسين معي هنا في الجامعه، تعرفوا انه هذا في نعمه اسمها نعمه الشم، هم يسميوها علميا نعمه الامان، لان الشم امان عند الانسان. يعني انت لما يصير حريق، احنا جالسين هنا ويصير حريق خارج، حتى لو ما سمعنا الحريق بس نشم الحريق على طول امان، هذا نعمه الامان عند الانسان. لكن كيف تعمل؟ غريبه هذا الانف. هنا في القرن العلوي من انف الانسان توجد حوالي 100 مليون خليه، هنا حوالي توزع 200 سنتي 250 مليمتر، طبعا ما طوليا، عشوائيا توزع هنا. نهايه كل خليه 200 كم قلنا كم خليه؟ 100 مليون خليه. نهايه كل خليه فيها سبعه اهداب، نهايه كل خليه سبعه اهداب، نهايه كل هدب توجد ماده مذيبه توصل بالدماغ. اسمع معي، الغريب ما كذا، شم شيء على طول المواد المذيبة رسالة على الدماغ. الدماغ ايش يسوي؟ الدماغ يستطيع تمييز 10,000 رائحة. شم شيء على طول تروح الدماغ. الدماغ ايش يسوي؟ في روائح مخزنة سابقا، انت من كنت صغير شميت برتقال، شميت موز، فهناك مخزنات، خلاص كل ريحة فيها رمز. مباشرة شم شيء تروح الدماغ يبحث 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 يبحث، على طول يقول لك هذه برتقالة. متى؟ لمح البصر. ولا حول ولا قوه منك، ما حد منكم يشم يقول لو سمحت دماغ الان لو تكرم خبرنا هذه ايش؟ يلا بنتظرك تنتظره. ماشي على طول برتقال، حتى تروح العطور على طول تشم هذا العطر. لا وما كذا، هذه الذاكره يسميوها الذاكره الشميه. الذاكره الشميه سبحان الله تربط بعض الاحيان، البعض منا يستخدم عطر معين في زمن معين، مثلا ايام الزواج كان يستخدم عطر معين، واليوم لما يجي ويرش منه يحس يتذكر هذيك الايام. ها خاصه كانت ايام طيبه، يعني يتذكر هذيك الايام ويكثر العطر هذا دائما يسوي منه. هذه يسميها الذاكره الشميه. وفي ذاكره اخرى اسمها الذاكره الحركيه. ذاكره حركيه، مثلا واحد عنده هاتف نقال وتقول لو سمحت اعطيني الرقم السري، يقول لحظه كم الرقم السري؟ بعدين يقول اعطيني تليفون، تعطيه يسوي كذا، هو ما حافظ رقم السري لكن حافظ ايش؟ الحركه. هذه يسميوها الذاكره الحركيه عند الانسان. وفي ذاكره تذوقيه وكثير من الذاكرات. هذا الدماغ يعمل اشياء عجيبه اخواني، ما استطيع انا في الجلسه هذه اذكركم اياها كلها، لكن اذكر شيئين. في نعمه اسمها نعمه الانتباه عند الانسان، وفي عكسها نعمه اسمها نعمه الاعتياد. الانتباه والاعتياد، جهاز واحد، جهاز واحد عنده انتباه وعنده اعتياد. انتباه لماذا؟ يستطيع مخ الانسان ان ينتبه للاصوات اللي هو يريد ينتبه لها. مثلا واحد في غرفه وفي ازعاج وجي مكالمه هاتفيه، يمسك الهاتف النقال يحاول يتكلم وازعاج ويركز اكثر، يستطيع انه يسمع المكالمه ويتجاهل كل الازعاج اللي موجود، صح ولا ما صح؟ تعرف ليش؟ لانه اول ما يبدا يركز الدماغ ماذا يفعل؟ يسد جميع منافذ المعلومات ويترك منفذ واحد للمعلومه اللي انت تريده تركز عليه. سبحان الله، قل سبحان الله. هذا اسمه نعمه الانتباه. يقال الام المرضع اللي عندها رضيع لما تنام في الليل الصوت اكثر صوت يخليها تنهض ايش هو؟ صوت الرضيع هذا. ممكن تفتح الباب تغلق ما تقوم، لكن خلي هو يصيح شوي تقوم مباشرة. ليش؟ لأن هذا الصوت مرتبط عندها بالخطر وبالحاجة، فبرمجه هذا الدماغ أن الصوت مهم، بالتالي انتبه مباشرة. أنتم اللي حاضرين معي لما تقود سيارة لو أي عطل في سيارتك تسمع على طول، حتى أنت مشغول تسمع لأنه خطر. فهذه نعمة الانتباه. إذا ما استعملت الواتساب. إيه أحسنت. إذا ما استعملت الواتساب بالفعل، وانشر لك الأجر. في مقابل هذه النعمة نعمة الاعتياد، هذه انتباه الأصوات المميزة. الاعتياد إيش يعني؟ الاعتياد لما واحد يعمل في مصنع مزعج ضجيج، إذا اليوم الأول يحس بضجيج اليوم الثاني يبدأ هذا المخ يعتاد على هذه الأصوات. إيش يسوي؟ يتجاهلها. لو ما تجاهلها هذا الإنسان يصاب بجنون يوميا نفس الضجيج. مثال آخر، لو واحد يعيش في قرية في مزرعة، لما يجي ينام بالليل سكون وهدوء وينام بسرعة، فجأة انتقل سكن في الخوير هنا الشارع العام. ينام أول ليلة؟ أول ليلة ينام؟ ينام. قول هذا إزعاج.
ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم يبدا المخ يعتاد هذا الصوت، ايش يسوي فيه؟ يتجاهله وينام. لما تروح انت بالقريه تزوره تقول يا اخي مستغرب منك كيف تقدر تنام ده بالليل هنا؟ يقول ايوه اقدر انام. لان الدماغ خلاص اعتاد فتجاهل. وحتى الان لما تسافر من بلد الى بلد تنام اول ليله. احسنت احسنت، هذا ما يسمى الساعه البيولوجيه، نعمه اخرى عند الانسان تسمى الساعه البيولوجيه. حتى الخطباء، انا دائما لما اعمل دور للخطباء والمحاضرين والمدربين اقول لهم يا جماعه الخير، الخطيب والمحاضر والمدرب لما يقدم خطبه محاضره ما يقدمها بصوت واحد، لان تقدم بصوت واحد بعد حوالي 8 دقائق خلاص يعتاد يتجاهل، يقول هذا ملينا منه، هذا حديث ثالث، لان ليش دماغ الانسان يعتاد الصوت خلاص. فانت ايش تسوي؟ مطالب انك مره ترفع الصوت ومره تنزل الصوت عشان ما يتعود هذا عليه. ايوه، ومطلوب منك ايضا توقف بعض الاحيان، توقف كذا، لما توقف هذا ما يتعود، تقول شيء وتوقف شويه شده شويه. ومطلوب ايضا منك انك يعني الوقفات من حوالي يقول من 5 ثواني ل 8 ثواني وقفات ما تطولها كثير. فهذه مهارات مهمه لكي لا يعتاد هذا الدماغ على الصوت فيتجاهل الصوت. قل سبحان الله. سبحان الله، عشان ما اطول عليكم، اذا سالتكم كيف حالكم ايش بتقولوا؟ الحمد لله. بين ايش؟ بين زحام النعم، بين زحام النعم.